انضموا إلينا عبر الهاتف رئيس ائتلاف المنظمات الحقوقية في حجة هادي وردان، مرحبا بك. نعم، حياكم الله، ما هي مستجدات الأوضاع في حجور؟ حجر ايش الحكم؟ هل تسمعني؟ إلى أين يتجه النازحون الذين نزحوا من حجور طيب؟ انت تتجه الى المجهول، الى اماكن مختلفه، الى مديريات مجاوره، الى مديريه خيران، والى مديريه مجتبى، والى عمران، والى مدينه حجه. الان النازحين وضعهم وضع مأساوي. الميليشيا الحوثي للاسف يعني سقطت من وجودها داخل منطقه حجور، فبدات في مداهمات البيوت مفاجئه. اقتحمت البيوت على عده الاطفال، صعدت من حاله الاختطافات والمداهمات ونهب البيوت. وفي حالة أن يجد رفض من بعض المواطنين يواجهوهم بالرصاص وبالرشاشات وبال يعني وبالضرب بأعقاب الفنادق، وهذا ما حصل في منطقة بني سعيد في كشر مؤخرا. نعم، ما دور المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية والقبائل المحيطة على الأقل في التخفيف من معاناة النازحين خصوصا النساء والأطفال؟ عن هذا الموضوع، وسبق وان وضحنا لكم بان هذه المنظمات التي تعمل في مناطق سيطره ميليشيا الحوثي نطاقها محدود ومجالها يعني محدد، لا تعمل الا وفق السياسه التي ترسمها الميليشيا الحوثي. نعم، ولكن لم يتحقق شيء على الارض، يعني نحن نتحدث الان نتحدث عن هل هنالك دور للمنظمات الدوليه؟ هل هنالك تواصل بينكم وبين المنظمات المعنيه في هذا الشان؟ منظمات حقوق الإنسان، أي منظمة معنية بهذا الشأن دولية؟ أنا أتحدث عن المنظمات الدولية. المنظمات هذه لها موقف من 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 المواطنين بشكل عام، و يعني عندما نتواصل معهم فهم يعني ردهم واضح. تواصلنا ببعض المنظمات الإغاثية وبعض المنظمات الإنسانية، أين دوركم؟ ماذا تعملون لهؤلاء الناس؟ يقول لك نحن لا نستطيع أن نتحرك، نحن معادين لا من تقديم اي تدخلات باتجاه المواطنين، خصوصا المناطق التي تشهد تاهيل مع سلطات الانقلاب. وبالتالي فموقفهم موقف يعني لا يستطيعوا ان يقدموا شيء او ياخروه، كون الامر والقبضه الامنيه يعني بيد ميليشيا الحوثي هي التي تسمح لمنظمات في مجال الاغاثه او في مجال الجانب الدواء والصحه. اما انهم يقدموا تدخلات اغاثيه او مبادرات لاجلاء الجرحى اي ايواءات لا تتم في محافظه حجه الا عبر السلطه المحليه المعينه من قبل الحوثيين. هادي ورداني، ائتلاف المنظمات الحقوقيه بمحافظه حجه، شكرا جزيلا لك.